اللغات غزارة من حيث الألفاظ والكلمات ومن حيث القدرة على التعبير أيضا، كما أنها اللغة الرسمية في كل الدول العربية وما يجاورها مثل تركيا، تشاد، مالي وجنوب السودان. لغة الضاد هي لغة الضاد ولغة القرآن الكريم، واللغة الواجهة التي هي أقدر لغات العالم على البوح بما يدور في خاطر الإنسان. تعتبر من أقدم لغات الموجودة على سطح الأرض، فقد تحدث بها العرب القدامى منذ آلاف السنين، وكتبوا بها أعظم الشعر والأدب والخطب، وأرسلوا بها أفصح الرسائل. وتقديراً واعترافاً بأهميتها، تم تحديد اليوم 18 من شهر دجنبر من كل سنة للاحتفال بها باعتبارها من أهم مقومات الهوية العربية ومصدر عزها، كما أنها ليست مجرد لغة وإنما هي إبداع وأصالة. وصدق الشاعر أحمد شوقي حين قال: إن الذي ملأ اللغات محاسناً جعل الجمال وسره في الضاد. يقول حمد بن خليفة أبو شهاب في قصيدته اللغة العربية: لغة القرآن يا شمس الهدى، صانك الرحمن من كيد العدا، هل على وجه الثرى من لغة أحدثت في مسمع الدهر صدى، مثل ما أحدثته في عالم عنك لا يعلم شيئا أبدا، فتعاطاك فأمسى عالما. ويقول الشاعر عبد الرزاق الدرباس في قصيدته رحاب الضاد: بكتاج فخر وانطلاق لساني، ومرور أيامي ودفء مكاني، لغة الجدود ودربنا نحو العلا، وتناغم الياقوت والمرجان، هي نورس الطهر الذي ببياضه يعلو الزلال ملوحة الخرجان، رفعت على هام الفخار لواءها بالسيف والأقلام والبنيان. يقول الشاعر عبد الرحيم أحمد الصغير في قصيدته اللغة العربية: طلعت فالمولد مجهول، لغة في الظلمة قنديل، حملت تاريخا ما تعبت، فالحمل جديد وأصيل، تتعانق فيه بلا حد، وتذوب قلوب وعقول، وتفيض الأرض بمختلف متفق أجدره نيل. طلعت أتراها قد غربت قبلا، فالموكب موصول، أم نحن طلعنا من شجر ثمرا أنضجه الترسيل، فكأن البدء وقد عبرت عينيه حنين وطلول.